ملكة الآيس كريم هازال والساندريلا الست إيكيم. عن جد شغلة حلوة كتير. أبي ما إنا عم تاخد راتب لازم تشتغل. فيكي تجي لهون لو سمحتي؟ أكيد، تفضلوا. ليش ما نظفتي الطاولة؟ ولا لتكوني ناطرة نحنا ننظفها يعني؟ أكيد لا، ليش لساتك واقفة؟ شو أنت غبية يعني وقعتي الكاسة علي؟ صار لك شي؟ أنت منيحة يا روحي؟ ما تواخذونا، بسيطة إيكيم، دائماً بيصير هيك شي. أنت خدي هدول وأنا رح نظف يلي وقعوا. أمي عم تتصل، عطيني هدول. طيب على مهلك. إيه نعم أمي. لا تواخذونا. شي بدي لك يا فاضية؟ طيب أمي احكي بسرعة. ما بدي إياكي تنصدمي، حتى ما كان بدي اتصل فيكي وأنت بالدوام. أمي تمام، صاير شي معك قولي. كانت عمل حادث وهلأ هو بالمشي. شو؟ حادث شو هاد؟ طيب هلأ شو وضعه؟ في عنده كسر بإيديه، بس ما تخافي وضعه منيح هلأ. إيكيم؟ ألو؟ بنتي لساتك معي؟ إيكيم؟ لا تقولي لي إنك انزعجتي من كلام هدول البنات اللي برا. لا بس كانت صاير معه حادث. حادث شو إيكيم؟ ما بعرف. طيب امسكي هاد شوي. طيب. أنا لازم روح المستشفى فورا. ماشي ولا يهمك، أنا رح غطي عنك هون، بس طمنيني شو بيصير معك إيكيم؟ عم قلكن إنه أنا منيح، بدي أطلع من هون. كانت حبيبي ليش هيك عم تعمل؟ ما فيك تطلع من هون من دون موافقة الدكتور. ميليسا ما حق ابني؟ طيب انتو حكيتوا مع الدكتور؟ شو قالكن عن وضع ابي؟ انت هلأ لا تشغل بالك بأي شيء، المهم انك منيح يا روحي. امي فيك تروحي وتحكي مع الدكتور؟ ميليسا فيني اطلب منكم تتركوني وتروحوا؟ بس حبيبي انا. نحن صار لازم نروح، المهم اطمنا عنك. يلا ميليسا يلا. رح ابقى برا. أمي أنا صرت بالمستشفى، كيف صار كانت؟ طمني طالعه على الغرفة لحتى يرتاح. ممتاز، بأي طابق هو وبأي غرفة؟ بنتي عم قلك هو منيح، ليش متوترة؟ انطريني عند الاستعلامات رح يجي لعندك بس خلص. أمي أنا ما رح ارتاح لحتى شوفه، قولي لي رقم الغرفة بسرعة. غرفته مليانة ناس هلا، وحبيبته كمان عنده، ما فيك تفوتي. أمي عم قلك قولي لي بأي طابق غرفته. عم قلك استنيني بالاستعلامات. أوف. بدك تقلي يا عزيز شو عملت لحتى أبي عصب كتير؟ حكيت شو عم يصير بالبيت، طيب شو استفدت بعدين؟ جاوبني. شو بدك تضربني وانت بهالحالة؟ تعرف انه انت مع الزمن عم تصير تماما مثل أبوك؟ عزيز طرة ولا نقش؟ خلصني من هالألعاب البايخة وجاوبني، انت شو حكيت؟ من أنت وصغير بتختار الطرة. شو كيف؟ بيخليك تحس بشعور حلو مو هيك؟ حذر على الأقل. ما بدك؟ طيب. حظك كتير حلو. خسارة.
رح نكمل حياتنا من مكان ما وقفت، وأبي رح يعيش. خلينا نروح ميليسا. بكل الأحوال كانت ما بده يانا يعني نبقى هون، يلا خلينا نروح. أنت لا تتدخل، روح على البيت. شو هالحكي هاد؟ مو أنت مبارح اجيتي لعندي على البيت وقعدت تبكي طول الليل لأنه تركتي أنت وكانت؟ هالشي قالوا بوشك إنه ما عاد بده ياكي، شو لسه بدك أكتر من هيك ميليسا؟ بس فهميني، صرنا تاركين وبعدين راجعين أكتر من 100 مرة، أنت لا تتدخل. عن جد؟ قلتي ما أتدخل. تعرفي شو لازم نعمل؟ بما أنه أجينا لهون خلينا ناخذ لك موعد مع الدكتور النفسي، شو رأيك؟ أو عندي أنا فكرة تانية أحسن، منتصل بالسيد فرويد، بلكي هو بيعالجك من متلازمة ستوكهولم ميليسا. برافو، شو رأيك نروح مع بعض؟ اثنيناتنا عنا نفس المرض، شوف وضعك، أنا حتى لو شو ما عملت فيك بتضل راكد وراي. عن جد؟ أها، أنا بضل لاحقك ما؟ من اليوم ورايح منشوف. وانت شو عم تعملي هون قليلي؟ اجيت شوفه لكانت. بأي صفة اجيتي؟ انت بأي صفة موجودة هون؟ بصفتي حبيبته. تعي لهون قليلي شو قصدك بهالضحكة؟ بعدي ايدك وانتبهي على حالك، نحن مو بالمدرسة. انا ما بهمني ابدا وين منكون، لما انا بكون موجودة انت بتلتزمي حدودك، وانت كمان انتبهي تلمسيني مرة تانية، واذا لمستك شو بده يصير؟ يعني شو رح تعملي؟ عم قلك بعدي من وشي والا رح تندمي. بعدي عم تدفشي كمان؟ انت كيف تتجرأي تلمسيني وليه؟ ايه انا تجرأت ودفشتك، ورجيني شو ممكن تعملي. يلا لنشوف. انا ميليسا، انت حتى ما فيكي تتخيلي شو ممكن اعمل فيكي. ايه عن جد ما فيني اتخيل، لانه بالاساس ما بيطلع بايدك شي. بعدي يا بنات. ايه شو اللي عم يصير هون؟ حبيبتي ميليسا، انت كتير تعبتي اليوم، روحي على البيت وارتاحي. يلا خالتي، انا ما رح روح لاي مكان، رح ابقى جنب كانات. ميليسا لو سمحتي، انت ما بتعرفي هذا اليوم قديش كان بشع بالنسبه لإلي. يلا بنتي روحي. اسمعي، ما فيك تنكري اللي بيناتنا، إن كان هلأ ولا بعدين هو رح يبين. أنت ليش ما بتعترفي بهذا الحب؟ تركيه يمشينا مثل ما بده. بس لوين رح يودينا؟ رح يفتح جروح جديدة ورح تكون كتير عميقة. طلعي فيني خليني اشوف وشك. كانت اهلا وسهلا. انت منيح؟ لا تخافي انا منيح، هو مجرد كسر صغير. ارتحت لما شفتك منيح. لا تقلي لي بدك تروحي. لا أنا ما رح روح هلأ. ما قلت لي كيف صار معك الحادث؟ إلا أني واحد غبي، وقتها ما انتبهت إنه الشباك مفتوح، ولما حاول بابا يمسكني Thank you.
كانت؟ شو عم تعمل هون؟ انت ايمتى طلعت من المستشفى وليش اجيت على الحارة؟ ضميني إيكيم، بترجاكي ضميني. لا تتركيني. إيه؟ تقدر ترد، بعرف كل شي. مين اللي خبرك؟ عزيز ما هيك؟ أنا شفت كل محادثاتكن مع بعض. أنا كتبت الرسائل، يا ريت بقدر أقول لك هالشي. قلي قلي الحقيقة كانت. أنا حابة صدقك بس أنت حكي لي الحقيقة. لا، ما بقدر كرمال أخي. بكل الأحوال أنا كنت بعرف من البداية، بعرف إنك وصلت لهالحالة البشعة من وراء أبوك، وبعرف لما تعصب شو بيطلع معك. متأكدة إنك كنت معصب كتير لما أجت الشرطة هداك اليوم. بابا تعتني، يلا تعا شو ناطر، بترجاك واقف تعتني، يلا بترجاك مشاني. أنا ما بكرهه، بس بكرهك لإلك كانت. أنتوا ناس واطين ووقحين، أنا بكرهكم كلكم. لا تفكري حالك أحسن منا، أنت مثلنا. أنا بوعدك شي يوم رح دفعك تمن كل شي عملته فيني. تمام، رح ورجيك. فهميني ليش بعتت هالصور؟ مين الكلب اللي بعت هالصور؟ مبينة أكيد بدها تقهرك فيهم. لا تعمل مثل أبي وتعاقب الناس الباقيين. سكوت! أنا مالي مثلك ولا مثل أبي، وحتى أنا ما عاد بشبه حالي أبداً. عن قريب رح تعرفوا مين هو عزيز. بعد ما قريت رسالتك في كتير شغلات تغيرت. قريتي رسالتي أنا؟ إيه، رسالتك أنت. أوعك تقلي إنك حكيت مع البنت باسمي. برافو عليك، عم تضحك على البنت ما؟ تعال هون لك بابا. بعد إيدك عني، ما رح خليك تضربني بقى. تعال عندي. تعال. أنا بحبك كانت، بحبك كتير. أنا بعرف إنك مع الوقت رح تاخد القرار الصح بخصوص إيكيم. على فكرة أنت الغلطان، على أساس كان بس بدك تراقبها قمت رحت وعشقتها. انت
انت شو عم بتساوي؟ انا بلشت احبك. مستحيل اني صدقك، يعني اكيد هي وحده من كذباتك البايخه، وانا مثل الغبيه واقفه وعم بسمعك كمان. في شي تاني؟ تمام، على عين. كنا؟ شبك؟ قلي شو صاير معك؟ انت منيح؟ كنا تقلي صاير شي مع أبو؟ كنا شبك؟ لا تضوجني، احكي شو في؟ قلي لي وين ايكي؟ بدي احكي معه شوي. هازال، لو سمحتي جوا بالمطبخ. إيكي، شو في كانت؟ شو جابك لهون؟ يلا قلي. بدي خبرك كل شي عن ليلى. أنا أصلاً بعرف كل شي، شو اللي بدك تخبرني؟ ما بتعرفي شي بنوب. يلا تعي معي بتعرفي كل شي. عندي شغل. إيكيم، رجاء نعم، شو بدك تحكي؟ عم بسمع. يلا لشوف، مع أني بعرف كل شي وشفت كل شي بعيوني، وبعرف بموضوع الرسائل يلي بعتن، وبعرف حقيقة مشاعرك، وبعرف أنك بتحب، أنا متأكدة. بس مو أنا اللي كتبتها إيكي، هلأ بتشوفي بعيونك وبتتأكدي أنا ما دخلني. كانت؟ شو صاير معك؟ ليش ما عم ترد؟ انشغل بالي عليك. ليلى، أنا بعتذر منك. على شو عم تعتذر؟ لك شو عم بتساوي؟ أخي هو السبب. هدوك الرسائل ما كانوا مني. لك يلا بسرعة سكر التليفون. صدقيني أنا ما كان عندي علم وما دخلني بنوب. انت شو عم تقول؟ اكيد عم تمزح. سكر بقى، بكفي. عزيز لعب هاللعبه لانه بيكرهني، صار يبعت لك رسائل باسمي. ما بعرف شو بدي اقول لك، انا كان لازم خبرك بس ما قدرت ابدا. عن جد انا اسف، هو كان هدفه ينتقم مني. ليلى سامحيه وسامحيني اذا بتريدي، انا عن جد بعتذر. Ne kadar basitmiş her şey Gün gelir hep yırtılır her şey Geride kalanlar kadar her yanımızda bir yalan Unutulur her şey Şu اللي عملته؟ هلا عرفت الحقيقة، شو رأيك؟ برافو، عن جد برافو عليك، لازم وقف وصفق لك هلا، انت واخوك اندل من بعضكم، لعبتوا بمشاعر رفيقتي وتسليتوا فيها. والله ما كنت بعرف ايكي. شبك ليش انت ما عم تصدقيني؟ طلعها اساس الكذب شغله جديده عليك، كل مره بيكون عندك حجه شكل وانا مطلوب مني صدقك، لك انت ما بتمل ولو؟ بتعرف؟ انت واحد اناني وحقير، ما بيهمك غير حالك وما بتسال عن مشاعر العالم. انا بزعل عليك، حالتك بتبكي. ليك حل عني، انا ما عاد بدي اشوف وشك وماني طايقه اسمع باسمك حتى. ايكي بعرف هذا الحكي مو من قلبك، من الأول بحبك أنت. كذب، بكفي، خلاص ما رح أسمح لك تلعب بمشاعري، روح تحمل نتيجة غلطك.
artık eski der her şey. Geride bıraktığın gibi kalır ama hepsi de yalan. Şükran ektir. شو قولي لي كيفك اليوم؟ لساتك هون؟ جيت احكي مع الاستاذ مشان وقف تسجيلي بالمدرسه. انا لازم روح شوف رفيقتي. كانت غناي انت مطلوب للتحقيق لانه مشتبه فيك بخصوص قضيه حادث ليلى اورتان. تفضل معنا. بس ثانيه انا ما عملت شيء. اشتباه شو؟ تحقيق شو؟ هذا الحكي بتحكيه بالمخفر مو هون. يلا خدوه. انتوا ما فيكم تدخلوا بهالطريقه وتاخذوه بهالبساطه هي. كانك فهمان الموضوع غلط يا حلوه. اكيد ما راح اخذ اذنك لاخذه. لا تنسي انه يلي قدامك شرطه، وكمان انت راح تجي معنا. بدنا ناخذ افادتك. انا ليش بقى؟ لوين اخذيني؟ ميليسا اهدي شوي بنتي. حضرت الضابط عم بيعمل شغله وما في داعي انك تخافي ولا توتري حالك. بس بابا. هلا رح اروح اخبر السيد سليمان مباشرة. رح نحل ميليسا لا تخافي. يا الله يا الله. سلجوق استنى. خير؟ شو صاير؟ قلي شو عاملين؟ نحكي بعدين مو وقت. يلا يا طلاب يلا، كل واحد يروح على صفه. يلا يلا بنات خلونا نروح. كيف بتحسي شمتان؟ خلص شو بدك فيه بقى؟ خلينا نفوت نحنا، شو بدك فيه؟ امشي يلا. إيكيم، كل يلي صار هلأ بسببك انتي مو هيك؟ لا تعملي حالك غبية، مو هادي اللي كان بدك ياه؟ ما عم بفهم. المرة الماضية بعتي الشرطة على بيته، انتي عم تنفذي كل شيء عم تخططي له براسك. ليلى بس أنا مالي علاقة بهذا الموضوع. ما إلك علاقة بشو بالضبط؟ قصدك بكانات ولا بشو؟ فهميني، أنا شايفة إنك مهتمة بالموضوع أكثر مني. لا توقفي قدامي بهي الطريقة وتتصرفي بكل براءة بعد ما تكوني مخططة لكل شيء. ليلى بكفي بقى، ليش هالقد معصبة؟ فهمنا إنك معصبة بس ليش عم تحكي معها بهالطريقة؟ طولي بالك عليها. روحي اسألي رفيقتك شو الموضوع. احكي لك شي كلمة أنت كمان. إيكيم بتمنى تعملي مثل ما قلتي وتسحبي ورائك وتروحي. ليلى حاجة تخبصي، شو يعني تسحب وراءك؟ كأنك زودتيها كتير. سكتي انتي التانية، هي اللي كانت عم تحكي هيك، يا ريت تنفذ حكيها. شو بدك إيكيم؟ بدي
اسحب ورائي من هي المدرسة. يفكروا يلي بدهم يفكروا، ما بيهمني. اللي بيهمني انت بس تصدقيني، انا بريء. بدك تسحبي ورائك؟ متأكدة يا إكيم؟ بتروح عليكي المنحة، خبروكي هالشي؟ شو هاد عن جد؟ ضغط معقول؟ ما عم صدق. إكيم؟ عم تحكي معي؟ لا لا مو معك. لو أقالك على المعاملة لازم أحكي مع المدير. عن جد أنت بريء معقول؟ لا لو سمحتي لا تتصلي. أنا بطلت. بتمنى يلي صار يضل بيناتنا وبتشكرك كتير. لا تواخذيني، أخذت كتير من وقتك، بعتذر. بابا حبيبي. بنتي أنتي منيحة؟ منيحة. ما صار أي مشكلة؟ ما لا يا بيك، عطينا إفادتنا وهلأ صار فينا نمشي. يلا. وكانت ليكو رح يطلع بعد شوي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنتي منيحة ميليسا؟ أي منيحة. أنسي بهار، ليش مو بالمدرسة؟ كيف يعني سليمان بيك؟ اجينا لنشوف الطلاب. شكراً لكم، بس ما كان في داعي تطلعوا. نحن هون بدل ما تلتهوا بشغلات مو من اختصاصكم، رجعوا على شغلكم، في طلاب تانية لو سمحتوا. أنا بعرف كتير منيح شو يلي لازم أعمله سليمان بيك، ما تأكل هم. يلي بيهمني ما تلتهوا. يعني نعمل مثلكم ما هيك؟ يمكن إهمالكن هو يلي وصل الأولاد لهون. أنا بعرف إنه أنتوا أصحاب المدرسة، بس هالشي ما بيعني إنه تتعاملوا معها لأنها شركة. سليم انتبه. أستاذ سليم تعال أنا بشرح لك شو القصة. تعال. أنت شو عملت؟ لا تدخل حالك بكل قصة. شكلك نسيت شو عملت من شان رجعك على المدرسة وراجع هلأ تخبص من جديد. خلصنا بقى، انت ركز بشغلك بس. شو أعمل؟ بدك يعني أسكت يعني؟ ايه أصلاً مو شغلك الموضوع ولازم تسكت، لأنه أساساً مو ناقصك تتقلع مرة تانية. وكمان ما تنسى شغلة، إنه شغل تاني ما في. يلي عم تعمله هلأ رح يخسرك شغلك، ما تتدخل. يا أستاذ أنا بتشكرك على اللي عم تعمله معي تمام، بس ضروري تعرف إنه ما فيني أتجاهل الموضوع حتى لو شو ما كان التمن. وغير هيك هالمرة معي مرة عن 10 زلم ومصرة على الموضوع أكتر مني، وهي ما عندها ماضي أسود مثلي، لهيك ما أنا خايفة من أي شيء بنوب. كانت أنت بخير؟ كانت فيني أطلب منك شغلة؟ لو سمحتي مو ضروري أمي تعرف بيلي صار معي. تمام كانت ما تقلق، خلينا نحكي بكرة أنا وأنت وعزيز إذا ما عندك مشكلة. نحكي مع الأستاذ هو فاضي إذا ما عندك مشكلة. ما في شيء، خلينا نضل واقفين هون بالمغفر. هلأ صار فيكن ترجعوا على شغلكن، وانت سليم بشوفك بالمدرسة، انتبهوا على حالكن. بالإذن. يلا أنا بخلي كانات يحكي معك، لا تقلقي أبدا. كانات فينا نحكي شوي أنا وانت؟ ما في داعي ميليسا، عن شو بدنا نحكي؟ انت حكيتي كل شي جوا، بتشكرك كتير. أنا كنت مجبورة أحكي هيك، ما هيك بابا؟ أوه ليكو من إجا لعنا. طمنينا، في عندك خطة تانية بما أنه هي ما زبطت معك؟ احكي لشوف، ليش سكتتي؟ أنا عن جد مو فهمانة، يعني إذا ما قدرتي تاخدي مني فقررتي تحطيه بالسجن أحسن؟ شو إذا ما بيكون لإلك ما بيكون لغيرك؟ على فكرة أنت أحقر وحدة بشوفها بحياتي. أنا ما اشتكيت على أي حدا وما دخلني بالقصة، ووعد مني لإلك بس رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لينلقط المجرم. ميليسا تمام خلص بكفي، يلا امشي. أنا منيح. ما سألتك. بما أنك اجيتي معناها عم تسألي. وشو هاد؟ مزبوط طبعاً، وانت اكيد مصدقتيني، يعني لو مانك مصدقه ما اجيتي. الموضوع مو اني صدقك ولا لا كانت، مين يلي وصلك لهون ومين اللي وصل ليلى لهي المرحله، هذا اللي بيهمني. انا رح ضل عند كلمتي، لو شو ما صار رح ضل وراها للقصه ولاحق الموضوع لحتى نلاقي المجرم.
في حدا هون؟ تفضل. كان بدي السيد خليل. مانو موجود. شو بدك منه أخي؟ ولا شي. كان بدي أحكي بشغلة. إمتى جاي؟ ما بعرف. ما بعرف وين راح أصلاً. طيب، بما إني إجيت رح أخذ بارفان. سمعت عن بضاعتك كتير. ما عندي عطر بيناسبك بالمحل هون. يلا. ليش؟ بدي أشتري بارفان وبدي أخذهم كلهم كمان. ما بدك تبيع؟ نحن بطلنا نبيع. يلا امشي بطريقك واختصر مشكلة على حالك. شو هاد؟ انتو يلي رتبتوا الفيلم هداك الوقت؟ شو هدفكن منه؟ بدكن تنصبولي فخ؟ بلا تخبيص، امشي من هون يلا. فخ شو هاد؟ خير اخي؟ ها شو صاير هون؟ خير؟ في احتفال بالمحل؟ ها؟ ما في شي اخي. عم تقول ما في شي؟ بما انه ما في شي يلا لكان انت روح شوف شغلك جوا وانا بتصرف وبشوف شغلي هون. يلا امشي. خير شو عم تعمل عندي هون بالمحل؟ مو المفروض هلا تكون بالمخفر وعم يتحقق معك؟ ها؟ مو انت اللي عملت هي؟ جاوب. الفيديو اللي انت مصوره والبصمات انت اللي حطيتها. جاوبني ليش خلصتوا لك؟ نقلع لبرا. ضاع من هون. نقلع عمل لك علع. اترك ايدي. واحد كذاب. بدك تحكي وتوضح لي كل شيء، فهمت؟ وليش لوضح لك؟ مين مفكر حالك لحتى اتعاطى معك؟ شو عم تتبلاني؟ منبلش من المصاري اللي اخذتها. عن اي مصاري عم تحكي؟ كل حدا بيجي بيحكي بالمصاري وبده ينصب علي. خليل خير عمي؟ عمي اهلين فيك، تعال تعال لهون. هلا بخبرك، الشخص يلي ضرب ليلى وهرب جاي لهون على منطقتنا يتحدانا ويتفلسف علينا ويقول عم نتبلى. ما ضربت البنت جاي على منطقتنا بكل عين وقحة؟ ما بتستحي على حالك ولك؟ شو ما عندك حياة بنوب؟ قليل أدب. مو أنا يلي ضربتها. ما الحادث صار قدام عيننا، بتضربها للبنت وبتهرب؟ عن جد إنك واحد بلا ضمير؟ أنت واحد ما عندك ذرة رجولة ولك؟ كلكم مالي علاقة بالموضوع. طلع من هون، روح أحسن ما أعمل لك قصة وأفضحك. شو عم تقول أنت؟ فهمني. تعالوا يا جماعة ركزوا. الشاب يلي كان مسؤول عن حادث ليلى أختنا بكل وقاحة إجا لهون وليك وقف قدام المحل. أنت شو عم تخبص ولا؟ البنت جاي لهون بعين وقحة. شو جاي يعمل هذا هون؟ يا عيب. عن جد واحد وقح. شو هالعالم هاي؟ واحد بلا ترباية. قليل فوق بلا أحلام. روح أحسن ما تكون مقبرتك بهالحارة. مين هو؟ يلا روح. أي واحد؟ أنت كيف فيك تجي لهون؟ أنا ما عملت شي، والله ما عملت شي. شبكون؟ أنت يلي ضربتها، أنت يلي ضربتها لحفيدتي وتركتها على الأرض وهربت يا واطي. أخ يا الله بلا ضمير. الله يلعنك، بتستاهل. شو ما عملوا فيك؟ استعجلي يلا. وشاي على حالة بكل وقاحة. شوي. الله يلعنك واحد خطير. لك أنت ما بتفهم. أنت ما عملت شي أبدا. أنت ما بتمشي على حالك. أنت اللي ضربتها لحفيدتي. بكفي أخ يا ربي. بكفي بقى. خلص الكل يسكت لو سمحتوا. كانت مانو سيء، انا بعرفه هو بيكون. بيكون رفيقي بالمدرسة. مو هو يلي ضربني، انا متأكدة. تعالي يا بنتي تعالي. امشوا. تعالي يلا خالتي بكفي. امشوا. ما تواخذني. أنا عن جد بعتذر منك باسم الكل. أنا بعرف كتير منيح إنك مانك مثل ما عم بيقولوا.
شو وين كنت؟ مع انه هن طلعوك بكير. حاج تطلع يمين ويسار، ما حدا سامعني. امي بالمشفى عند ابي ورح تنام هنيك، ما خبرت عنك. خلص حاجته بكفيها يلي صار معه. ايه ما حكيت لي شو خبرت الشرطة؟ شو حكيت؟ ولا شيء ابدا. لا ما خبرت الشرطة عني مع انه كانت عندك فرصة حلوة. ليش ما خبرتهم انه يلي اخذ القناع هو اخي؟ الا اذا كان بدك تحمي رفقاتك وما تحاكيني. ومن شان ليلى خبرت انه يلي كان عم يحكيها هو انا. بس البنت عشقانتك ومسامحتك على كل شيء، واكثر شيء بيضحك بالموضوع انه متوقع انك ممكن تحبها. لك كيف قادر تعمل كل هاد؟ ها؟ مشتهي اعرف. عن جد مو معقول كيف قادر تغسل دماغ هالبنات كلياتهم. بتوقع ما انك بحاجه مساعدتي بنوب. انت فيك تعمل هالشي لوحدك. برايك انا يلي رح جيب اخرتك ولا رفقاتك يلي على هيئه شياطين؟ كانك حابب كتير تخبر عني. لا تواخذني بس انا ما بفكر مثلك اصلا. ما في داعي تفكر وتشغل مخك. اذا في حدا مظلوم فهو انا مو انت. خليك بس عم تتباهى ببطولات سخيفة. ولا كأني موجود معك. أنا كتير موجوع عزيز. تحمل كل شي لحالك كانت، لأنه عن قريب رح تبين كل الحقيقة. أهلين هازال. شو الأخبار عندك؟ يلا احكي لي. ما في شي احكي، خلص انسي. وشو مشان المشكلة اللي صارت بالحارة اليوم؟ انت منيح؟ كل الأمور عم تجي ضدي هازال، حاسس حالي ضايع. يعني لما حط حالي محلهم بلاقي انه معهم حق. أنا دائما جنبك. شكرا. الأسرار بتخنق الإنسان. أنا بفهمك منيح. هازال يلا التراس صار جاهز، قومي اطلعي. إيه عفوا ما كنت بعرف إنك عم تحكي، أسفة. تعالي كانت معي على التليفون، سلمي عليه. تعالي إكيم. إيه ما تحكوا، شو بكن ساكتين؟ أوف مسكي على السريع، رايحة على الحمام. لوين رايحة وتاركتيني؟ مو ضروري نحكي شي، المهم إني ضل أطلع بعيونك هيك. مو كأنك كتير عم بتبالغ؟ شبك هيكي؟ عيونك بتسوى الدنيا كلها، وأنت بتعرفي شو بالنسبة إلي. رغم كل شي لسه قادر تعرف تغازل. إيكي إمتى بدك تبطلي تتهربي مني وتعترفي؟ أوف معقول لساتكن ساكتين انتو اتنين؟ شبكن؟ يعني بصراحة مو قصة ساكتين، ما هيك إيكي؟ تمام. يلا سهرة سعيدة. تصبح على خير. شو كان بيقصد؟ شو بيعرفني؟ لحظة لحظة لحظة، ايه طلعيها طلعيها بقى لهالضحكة. لك هاد دليل كبير انك رجعتي تحبيه مو هيك؟
إيه كيم احكي، يلا احكي خلصيني بقى ليكي. والله هالمرة إذا ما رح تحكي وتخبي عني لا تلومي إلا حالك. ما بعرف والله يا هازال، ما بعرف كيف حاسة، يعني كل شيء هيك غريب، مو عارفانة كيف اشرح لك يا خلاص. يعني اللي عم تقوليه ما عم افهمه، بس اللي بيهمني تكوني مرتاحة. مرتاحة؟ والله مع اني حاسة مو هيك بنوب. لا بلا، انا بعرف شو حاسة. يلا لازم تاخدي قرارك لكان. بدك تخبري كانت بشو حاسة؟ ألو؟ وينك أنت؟ شو بالبيت؟ إيه؟ نحن ضروري نحكي. أنت وين طيب؟ وين بتقول؟ أنا ورا حديقة بيتكم، هالمرة أنت يلي بدك تجي. شو هربتي من المدرسة؟ اي هذا اليوم خاص، لهيك ضروري اني احكي معك، بس بشرط لا تقاطعني. تمام؟ تمام. بالبداية كنت ماني طايقتك، بس هلا يعني الظروف انه بشوفك كتير وهيك، وانه من وقت حادثة لليلى كنت اعتبرك انت المذنب، وحتى لما شفت القناع بغزانتك شكيت فيك أكتر. يعني هلأ شو؟ شو صار؟ اتفقنا تسمعني وما تقطع كلام. تمام أنا آسف. هلأ أنا صرت واثقة أنه ما لك علاقة، بس برأيي اختاروك أنت الضحية. أنا بس بدي أفهم أنت مين عم تحمي وكرمال مين عم تعمل كل هذا الشيء. لا تسكت لحدا كانت. مو قدران، مو بإيدي. طيب ليش كانت؟ يلي عم تعمله ما له صح. تحقيق العدالة كله بإيدك، وضع لليلى واضح للكل وما رح نقدر نغير شيء منه. برأيك ما صار الوقت لحتى يتحاسب يلي ضربه وهرب؟ ليلى وضعها كتير خلاني مقهور عليها، عن جد عم بحكي. بعرف بعرف أنا مصدقتك والله، بس هذا الشيء ما بيكفي كانت. أنا بفهمك منيح، طريقك مسكر، يمكن كرمال تحمي رفقاتك كمان ومين بيكونوا؟ ميليسا ما؟ هو أوزان؟ ولا كرمال أخوك عزيز؟ أنا ما كان بدي كل هالقصص توصل لهون. شو كان بدك لك؟ اتنيناتنا منشبه بعض إيكيم، منحمل هم غيرنا على كتافنا، وكمان منحس بعذاب الضمير. أنا كنت حابب كون أناني، وهيك بصير بلحظة وحدة بضعف وما بعمل غير يلي بيقلي قلبي عليه. وإنتي شبني، ما تعبتي من هالحالة؟ ما بدك تعملي شي كرمال مستقبلك؟ يلا إيكيم، ما ضل معك وقت كتير لحتى تنبسطي. يلا. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmanı istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Geri gel desem, bulurum seni bana gelmesen de. Eminim beni yere sermesen, olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Ben aşkına müptezel, bu his kara büyü gibi üstümde. Yüzüme gülmesem de olsan da hayli müşkül pesent. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmanı istedim.
şimdi yanın bakile mutluluklar dilerim. Geri dönmem de duramadım bir beş dakika, söz verme. Yapamadın sen en baştan, sevsem de çekemedim bir daha baştan. Ama yok istemez artık inancım kalmadı aşka. Kusura bakma yapamam, kimileri gibi küçük hesaplar. Şu kedisi tırnaklarını yüzüme saplar. Artık yok gibi sonu mutlu masallar. Vur beni vur yüzümü saklama. Kalk gidelim çekip uzaklara. Tüm bildiklerini camdan at. Gel sürelim seninle saltanat. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Yok yok yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. اجيت، البانكيك صار جاهز. جهزت الطاولة، يلا عود. كانت انت منيح؟ شفتك شارد شوي. الماضي اللي عشناه كان كله قاسي وصعب، كله كان خناق، وإذا ما لقيت حدا أتخانق معه بخانق حالي. وهلأ بس شوفك بنسى كل همومي، عن جد بنسى كل شي صار. وما بيضل غير عشقي وحبي إليك. ما بعرف لوين ممكن يوصل، المهم انتي معي. كانت كمان اليوم ما اجا. الموضوع أكيد. أكيد. لا مستحيل، أكيد هو مشغول بقصة هادي اللي حكى عنه بابا تبع الدكان اللي اسمه خليل. بصراحة هو اللي عم يتسلى فينا. الزلمة ما كان عنده لا شغلة ولا عملة غير يلاحق السيارة. بغض النظر، اجتنا الفرصة على رجليها، وهذا أخوه لهداك الغبي الأفندي بكر. أنا عطيتك وعد بأنه كل شي رح يصير مثل ما بدك. لنبلش لعبتنا لكان. أنت جاهز؟ عالموت معك. ممتاز. جيدة، لو سمحت فيك تنطري شوي، بدي أحكي معك ضروري. خير؟ جيدة، لو سمحت لا تكبري الموضوع وخلينا نحله برواق. أنا بعرف أنه ما قصدك يوصل الموضوع لهون بيناتنا، يعني بوقتها أنت عصبت علي. بعرف هالشي صار لأنك كنتي معصبة كتير يوم ما بعرفك منيح. أنا لا، أنا بعرف منيح شو حكيت وما بتراجع. نحن حياتنا وعالمنا مختلفين عن بيئتكن كتير. كلامي واضح؟ بس جيدة أنا لسه ما حكيت كل شي عندي، لوين بدك تروحي وتتركيني؟ بعرف، يلا أمشي بطريقك. بدك تضل لحقني هيك كل نهار يعني؟ جيدة شو صاير لك؟ إذا متذكرة أنه نحن مندرس بنفس الصف وبدنا نحضر نفس الدروس، أنا رايح على صفي. والله هيك؟ إيه. جان فيك تجي لو سمحت؟
أنا هلأ متضايقة شوي، نطلع مشوار؟ نطلع. أول شي خلينا نحط الشناتي بالصف. ماشي. مين انتو يا أولاد الكل؟ خليك اتركوني. على مهلكم شباب، شوي شوي يلا حطوه بسرعة يلا. سكر علي اللي جاهد بيطلع ولا لحتى اللي تمكن على اللي عم تعملوا فيني. ربطوه منيح من هديك الجهة. ليش انتم فيني؟ ليش هيك عم تعملوا؟ ما نسكوا شي، طلعوني من هون. ايه تمام، سبتوه منيح. ولا صار خالصين نحن. طلع فرزيكم ليك ليك ليك، طلعوني لحي اختني. انا فرزيكم عفواً، فيكن لو سمحتوا تفتحوا الغطاء بس توصلوا؟ تكرم عينك معلم. شكراً لكم. عنا بالمدرسة في شوية طلاب بيأذوا يلي بيشوفوه أضعف منهم وبيتصرفوا معهم تصرفات فوقية، وخصوصاً إذا كانوا طلاب جداد. هدول الطلاب بيتجهوا للقوة والعنف، ويلي عم يزيد تصرفاتهم إنه في مجموعة من الأساتذة عم تصف معهم، وهالشي عم يخلي المشكلة تتفاقم للأقصى. وين أنا؟ لك الله يلعنكم، ليش هيك عملتوا فيني يا كلاب؟ طلعوني من هون بسرعة، لك طلعوني. وصل صوتنا للجهات المعنية للحد من موضوع الاستغلال الجسدي والمعنوي، إن كان بهي المدرسة أو بكل المدارس. مع فائق احترامي، مدرس الأدب من مدرسة الحقيقة سليم بندر. لك ما حدا عم يسمعني، رح موت. يلا كول، ليش عم تطلع هيك؟ ما بعرف، شو رأيك؟ رح قلك، شعور حلو كتير إنك تكون أناني حتى لو كم ساعة. لكم ساعة بس؟ طيب ليوم؟ تليفونك عم بيرن، مين عم يتصل؟ أمي. رد عليها. أنا اليوم أناني. إيه تمام، نحن اتفقنا هيك، بس لازم ترد لأنه مع أبوك بالمشفى. رد هلأ عليها وبعدين منحكي. وهلأ صار دور موبايلك. تمام، معناته روح انت شوف امك شو بدها، وانا بشوف مين عم بيدق. ايه بكر. الو هكيم، هكيم لازم تساعديني وتطلعيني من هون. صوتك كتير ضعيف، ما عم بفهم شي. قليلي شو يعني صوتي ضعيف لك هكيم؟ بدهم يقتلوني، بدهم يقتلوني، ما عم تفهمي هكيم؟ ساعديني. وينك انت؟ أنا وين ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه حطوني بحاويت زبالة، وهلأ ما بعرف لوين قاعدين، وفي زبالة حواليه كتير، أنا رح أختنق. بكر شو هالكلام يلي عم بتقوله؟ روقي روقي هكيم، روقي شوي. شكله وقف، ما بعرف وقفوا فجأة. وين وقفوا؟ ليش أنا بعرف حالي وين لحتى خبرك؟ شوفوا على هالكلام اللي بسم البدن، شبكي هكيم؟ شو هالسوء؟ طيب ابعتلي اللوكيشن تبعك هلأ بسرعة يلا. كانت أنا لازم روح هلأ، صار معي شي، بخبرك بعدين. شكرا كتير على كل شي. لحظة شو صار؟ وين هذا الموقع؟ كانت نحن راجعين على البيت مع أبوك.
الحب والكره ما في حدا ابدا ممكن يجمع بيناتهم بطريقه متوازنه وصحيه، وهذا يلي موجعني. بضل متوتره وحاسه مثل حدا ضاربني بسكينه بنص صدري، حاسه حالي عم ضحي لضل عايشه وما اغرق من كبر المسافه يلي بيناتنا. انا غرقت، إيكيم غرقت، وبقول لحالي كيف بدك تطلعي إيكيم؟ يمكن إذا نسيت وما رديت على نداء الانتقام يلي جواتي ممكن أطلع. راضي نفسي وما أقسى عليها كالعادة، وهيك بقدر أكبر، هيك بقدر أتغير كمان بالحب. شو خفتي؟ شو رجعت على المدرسة؟ وانتي؟ شايفك رجعتي بطريقة أسرع. هاد اللي كان لازم أعمله. ليش هيك عملتي طيب؟ انتي تغيرتي، ما عم شوف إيكيم الطيبة قدامي، في شخص عم يتحول ويصير مثل خصمه تماما. ما توقعت هالشي ابدا إيكيم. انت محمله الموضوع زياده. لك كانت فيك تسمعني لو سمحت؟ هذا التغيير ما بيناسبني إيكيم، انا مو مثلك. قالوا نعم. Biraz konuşalım mı sesini duymadan? Uyumayı sevmediğimi biliyorsun. Güzelleşti rüyalarımı. Sarılıp barışalım mı? Küs olsak da kollarında olmayı istediğimi biliyorsun. Sarayım açtım yaralarını. Farklı yerlerde aynı hislerle, gururumuz avucumuzun içinde. Bir haksız var iki de yalnız bu hikayede. Geceler benden bıkana kadar. ساعديني، حاطيني بغرفة بأبو المدرسة ومسكرين علي. ليلى شو صاير؟ احكي لي شو القصة. رد علي، رد يا الله. ليلى، ليلى، لا يمكن الوصول للشخص المطلوب، الرجاء المحاولة لاحقا. نعم كانت. انت وينك؟ عم دور على ليلى، عم طول مسكرين عليها باب غرفة بالأبو، ما عم بقدر لاقيها. وقفي وقفي عندك، اوعى تعملي اي تصرف، ليكني جاي. ليلى،
انت هون؟ وينك انت؟ عزيز اللي ليلى عندك؟ تعالي معي. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ ها؟ عم بسألك عن ليلى، لازم تجاوبني. وينها؟ خلاص جاوبني بكفي. بدك اياها؟ تعالي معي. مستحيل يكون عندي استبداد بهاي المدرسة، أنا مديرة وبعرف حضرة المفتش. في شكوى حضرتك، ما تتعبوا حالكم كتير وساعدوني. بدي أحكي مع الطلاب ومع أولياء الأمور. عزيز وين ليلى؟ جاوبني هلا، يلا جاوب. عزيز وين ليلى؟ جاوبني. جاوب وين ليلى؟ عم اقول لك شو عملت فيها؟ شو عملتوا يا كلاب؟ ها ها إجا مين يساعدك؟ إيكيم الليلي أنت جوا؟ لا تخافي إيكيم، ما رح يزعجنا أبداً، الباب قوي أساساً، أنت ما رح تسمحي له يفوت لأنه يلي فيكي مكفيكي. إيكيم مين في جوا؟ عم تقولي شو بده يعمل عزيز؟ إيكيم ما فينا نخلي رفيقتك ليلى تطول جوا. إيكيم يا كلاب افتحوا الباب. انت واحد وسخ كتير. ايه رح تتركها تروح إلا بطلع بروحك، عم تفهم علي؟ اصعد تازية لليلى، فهمت؟ لك انت شو بدك منا؟ فيك تبعد عن طريقنا يا مريض؟ عملوا معك نفس الشي مو؟ بس انا مو مثل ميليسا بصور فيديو وبخفيه، انا بحب شاركه مع الكل. بس إذا ترجيتيني وصرتي تبكي وتقليلي لو سمحت يمكن غير رأيي. يا إيكيم 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 يلا تعالي، يلا ترجيني، عم استناكي. مين في جوا إيكيم؟ افتحوا الباب يا كلاب، افتحوا. أنا بورجيكم، افتحوا الباب. شكله بيضحك كتير. إيكيم هذا هو زر النشر، بس اكبسه وكل العالم رح يشوفوا ليلى بهالمنظر. إيكيم انت منيحة جوا إيكيم؟ يا الله أخي شو مزعج، بس اكبس هذا الزر، قنبلة ليلى رح تنفجر بالعالم. إيكيم افتحوا الباب فورا. لساته عم يصرخ. يلا خلص رح بلش عد من الخمسة. 5 4 3 ترجيني يلا. 2 1 تمام.
مثل ما بدك بترجاك لا تعملها. أربي أربي أكتر، طلعي بعيوني قولي وانتي مسلولة. تمام، أنا بترجاك بعمل شو ما بدك. تمام صفر. استنى، إيكيب يلا افتحي لي، بترجاك افتح الباب. بسرعة يلا افتح الباب يا إيكيم. يلا احكي شو عملت بليلى، احكي. روقي اهدي شوي، ولا شيء لحد هلا. شو يعني لحد هلا؟ شو يعني شو يعني؟ شايف طلع النمر يلي جواتك. إيكيم قولي لي انت منيحة. إيكيم إيكيم لك إيكيم، قولي لي شو بدك تعملي بعدين. إيكيم ليش كذبت هالكذبة علي؟ اه فيني اعرف ليش؟ اعتبريه تحذير مو اكتر، رح تنسي موضوع الحادث نهائيا. والا والا شو؟ دعوة ما كان في إلى داعي، ما في فائدة منها، تركيها. إيكيم إيكيم إذا كنت متأكد إنه الدعوة شغلة فاضية، ليش عم تبتزني بهالأسلوب هذا؟ لأنه صار ضروري توقيفك عند حدك. عم تصولي وتجولي وين ما كنتي، عم تعملي مشكلة ومصيبة. عملت الكل مشتبهين من غير ما تنتبهي، شغلت الشرطة والعالم كلهم. ليش كتير بهمك أمرهم؟ قلي مين بهمك تنقذ؟ هاي ميليسا اللي قلتلي إنك بتكرهها، ولا أخوك اللي قلتلي إنه سبب عذابك كان؟ أي واحد؟ ما بيهموني، بس كل خطوة بتعمليها أنا أكتر واحد بتأذى، ولازم أدفع الثمن لوحدي. من لما دخلتي حياتنا مشاكلنا زادت، زادت الجروح يلي بظهري كمان، عم تفهمي؟ يلا يلا ليكي، إذا كان بدك رفيقتك يلي بتحبيها ما تنفضح وتتورط، لازم توقفي. وشغلة تانية، بعدي عن كانات كمان. ليش؟ ليتعلم إنه ما بيستحق، ولأنه حضرته ما بيستحق، ما بيحق له يكون مسؤول عن أي شيء شو ما كان يكون. أنت عن جد بتزعل. كأنه آخر حديثي ضايقك، ما هيك؟ لكي بوعدك إني رح جاوبك على سؤالك، بس مو هلأ. هلأ دورك تقليلي شو بدك تختاري، رفيقتك ليلى ولا كانت؟ إيكيم إيكيم ما عضل معك وقت كتير، يلا اختاري. شو فكرت الشغلة بهالبساطة؟ الليلي شو جوابك؟ بدك تنفذي اللي بدي اياه. اي مو مشكلة. لا 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 خلص ماشي، تمام تمام رح نفذ كل شيء بدك اياه، بس انت بدك تمسح هذا الفيديو وقدامي. عم تفهم شو عم اقول؟ ممتاز، بفهم انه الصداقة اقوى. يلا مسحوا. لحظة، ها
وين ليلى؟ ها؟ وين حاططها؟ بآخر الممر، الغرفة يلي على اليسار. إيكيم؟ عزيز؟ شو صاير؟ أخي، منيح يلي إجيت أخي. أخي ما بعرف مين هاد يلي إجا قفل الباب من برا، ما عرفت ليش عمل هيك وما عرفت شو بده. إهدأ، هي أنا جنبك، إهدأ. تمام إيه؟ منيح، منيح إنك إجيت. أنتوا كيف إجيتوا لهون؟ نحنا، أنا فتت كنت عم دور على ليلى مو أكتر. قصدها فتنا، قابلت إيكيم بالكريدور برا، في حدا بعت رسالة من تليفون ليلى إنه بحاجة مساعدة، وبعدها سكروا الباب وما فهمت شو يلي صار بعدين. أخي في حدا عم يتسلى فينا. تمام، خلص رح أفهم شو الموضوع، ما يهمك أنت. إيكيم؟ خلص اتركها أخي، حرام ارتعبت كتير. يلا عزيز خلينا نطلع. يلا تمام. ليلى خلص اهدي، انا اجيت. روقي ليلى عم يوجعوني. يلا هن ما عملوا معك شي ما هيك حبيبتي؟ فكيتك. ها تمام. وصورني فيديو، صورني فيديو ورح ينشره ويفضحني. شو بدي اعمل إيكيم؟ رح انفضح. شو سوي؟ خلص اهدي شوي، اهدي حبيبتي، انا رح اتصرف. البسي ثيابك وخلينا نطلع من هون بسرعة. هي القميص، لا تخافي لا تخافي، عندي. خلص اهدي، موضوع الفيديو عندي. كيف عندك؟ قولي لي انت كيف صار معك هيك؟ يعني تسكر الموضوع وما رح ينشر شي. خلص اطمني ليلى، ما رح يصير اي شي بنوب. والموقف يلي انحطيت فيه ويلي صار فيني رح يضل عنده الفيديو. بعرف اللي مريتي فيه كان صعب كتير، بس انا حليتها للقصة. ماشي، لا تحطي ببالك، انتهت صدقيني. رايحة اغسل وشي. ليلى، ليلى ليش عم تعملي هيك؟ إذا بتريدي اسمعيني لك وقفي شوي. الله يوفقك وقفي، أنا بدي ساعدك وأعمل يلي بقدر عليه، بس أنت اسمحي لي ساعدك لو سمحتي. إيكيم ليش عم تصير معي كل هالمشاكل؟ فكرتي شي؟ ما فهمتي الموضوع؟ ما حدا عم يضرني قدك أنت، وإذا بدك تساعديني بعدي عني، تركيني بحالي، تصرفي وكأني مو موجودة أصلا. هيك بتكوني ساعدتيني. إيكيم؟ أنت منيحة؟ أي منيحة. أنت ما بدك تقليلي شي عن عزيز؟ أنت كنت معه، هو منيح. إيكيم شو اللي صار بالضبط؟ قليلي الحقيقة. مثل ما قالك عزيز، هذا يلي صار. هذا اللي صار ما هيك؟ جاوبيني، شو علاقة ليلى بعزيز حتى تطلب منه المساعدة ويروح هو مشان يساعدها؟ ما بعرف، يمكن صاروا رفقات بآخر فترة، شو بعرفني. إيكيم انت حكيتي مع ليلى؟ هي وضعها هلأ منيح ما هيك؟ ايه ماشي حاله. طيب مين اللي بعت رسالة من هاتفة إليك انت وعزيز؟ كانت، شو بعرفني انا؟ عم تسأل تسأل، والله تعبتني أسئلتك، حابة ضل حالي شوي رجاءً. إيكيم الأنسة بهار بدها إياكي، كانت المدير بده إياك.